مساء الخير. أهلا. شو كانت المشكلة بوقتها؟ كان في مشكلتين. أول مشكلة كان الكاركتر عايز شوية تظبيط. ملك فاروق. عايز بقى ملك فاروق، عايز شوية مرور يعني. ما كنتش ساعتها مغرور يعني. عايز شوية تظبيط في الكاركتر والتمثيل. وتاني حاجة كان مشكلة كانت في الفوكاليز، كنت شديت على صوتي من غير ما افتح بقي كويس، فكان الصوت بيرجع ما كانش بيطلع لقدام، كنت برجع يعني راسي لورا. اوكي. فحاول بعد ما ضربت كويس مع مدام ميرا احاول اطلع اللي بره بقى. اوكي. يا حبيبي يا حبيبي، الليل والسماء ونجومه قمره قمره صغره، وانت وانا يا حبيبي انا، يا حياتي انا، كلنا كلنا في الحب سوا، والهوى منه الهوى، والهوى منه الهوى، منه الهوى، سهران الهوى يسقينا الهنا، ونقول له سوا يا حبيبي يلا نعيش في عيون الليل، يلا نعيش في عيون الليل، ونقول للشمس تعالي 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 تعالي، بعد سنة مش قبل سنة، تعالي تعالي يا شمس تعالي، بعد سنة مش قبل سنة، دي ليلة حب حلوة بألف ليلة وليلة، بألف ليلة وليلة، بألف ليلة وليلة، بكل العمر هو العمر، إيه غير ليلة زي الليلة زي زي الليلة. شكرا شكرا. احتراماتنا ملك فاروق. شكرا. أنا صراحة زعلت. إذا بزعل لأنه هالقد بحب محمود وهالقد بحب صوته، صوته بالنسبة لي يعني من الثلاثي الذهبي بالأكاديمية. بس إنه يفوت هيدي الفوتة ولحتى يصلح على أساس الأتيتيود تبع الملك فاروق يلي كان شوي هش فيها، إجا وقعد وحط إجر على إجر. أوريدي كبوزيسيون للغنى منا حلوة. وكموقعه بالنسبة للإيفال وبالنسبة لشو كان عم يقدم بالبرايم ما كان حلو أبداً. حطيت الإجر. الغنى دائماً بنعرف أنه محمود ما بينزل عن 17 على 20، ولكن بس نتعود على شيء حلو وما نشوف شيء مميز منصير نلاقي حتى الحلو شوية أقل من العادة. لهذا السبب أنا ما حبيت إيفال محمود اليوم. محمود بس غنى بالبرايم كان مجبور يقعد على الكرسي الملك، ومثل ما قلت تفضلت وقلت انه صعب واحد يغني هو وقاعد،
ورجع عمل زيت الغلطة، يعني مجبور مثل ما طلبت كلوديا إنه رجعوا عملوا لسان هي زيتها بس تكونوا متقدمين أكتر. إيه أنا ما حسيت في تقدم أكتر، يمكن الصوت كبر شوي أكيد، إجمالاً بغني هو كتير حلو بس اليوم ما كان زيادة. بس ما بدنا ننسى إنه هاي الغنية بالزيت بالبرايم غنيها كتير عاطل. إيه أنا برأيي ونشس فيها بتذكر، وكل الناس صار يقولوا ناطرين شو بده يغني أم كلثوم، وكان هو فيها مش منيح وهو مقهور مشان هيك رجع عادة. غير أنه كمان قالوا له كتير أنه أنت منك فايت بالملك. أنا أول ما فيت وبلش وبلش يغني أنا حسيت كاركتير كتير حلو كتير كتير، يعني لقطة مزبوط. وطبعا وقت قعد وحط اجر هيك مثل ما حطها مش راكبه، بس ما هي اصلا يعني فيها في عبثيه بالموقف انه الملك فاروق يغني الف ليله وليله، يعني مش ضابطه هي من الاساس. يعني لما واحد يعمل تابلو ويفوت فيه شخصيات كبار وواحد بهالشخصيه يغني هالغنيه، يعني هي اصلا فيها عبثيه لسه مش يعني مش منطقيه. انا استمتعت لما عم بسمعه، وهيدا يلي أنا ناقصني عند رنا، هالتنوع بالصوت، هالتنوع بالغنى، بينزل بيطلع بيتضحك شوي بيقسى وجهه. أنا بالنسبة لي محمود حدا كتير كتير تطور بالمطرح، وصار صوته بطل طالب بالنسبة لي، صار صوته بيطربني وبحب اسمعه وكأنه هو محترف وأنا عم بتسمع عليه. ما في شك انه محمود صوت رائع، وما في شك كمان انه عم بيتقدم ببطء بالنسبه لغيره، ولكن تلميذ تطور كثير من وقت ما فات على الاكاديمي. بالنسبه للايفال اليوم فات بالكاركتير كثير منيح، ولكن بعدين فلت من ايده الكاركتير، خاصه بالطريقه يلي اجى يقعد فيها على الكرسي. يعني ما بعرف ليش ما برم وطلع مزبوط وين الكرسي وقعد، حسيته رح يتفركش ورح يقعد، ومن وقت ما قعد على الكرسي وطلوع فلت الكاركتير كليا منه. ما كتير اقتنعت بالنسبة للملك فاروق، يعني انه مش مالك الملك 100%، ولكن بالنسبة للغنى كتير صوته بيطربني. فيما يختص بمحمود بأول بارت من مغني كان كتير نزال، الليل وسماء. ليش الليلة وسماء؟ يعني في محل باللفظ ما كتير فظيع، ولأول مرة بسمعه بأول بارت من الغنية محمود نشز، كان كتير عم يهتم بالتكنيك لدرجة إنه كان في إكسي حتى بفتحة التم، كان في مغالات بفتحة التم. أنا بالنسبة لي مش أفضل شيء بشوفه من محمود هلأ.